أهلا بكم مشاهدينا الكريم في حلقة جديدة من المشهد. قمة مجموعة العشرين هذه المرة في السعودية، رغم دعوات لمنظمات وناشطين حقوقيين دوليين مقاطعتها أو عدم تنظيمها في المملكة بسبب سجل المملكة الحقوقي والدور المشبوه لولي العهد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي بسفارة المملكة في اسطنبول، وكل الدعم والضغط الدولي الذي لاقته جريمة اغتياله وصورة المملكة التي تلطخت بسبب ذلك، ثم اعتقال وسجن وإعدام عدد من الناشطين والدعاة في خطوات وصفت أنها تناقض التزامات السعودية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والفكر والتعبير، في ظل دعمها لعبد الفتاح السيسي الذي يثير جدلا بسبب انقلابه على محمد مرسي. رغم ذلك يجتمع قادة العالم اليوم تحت رئاستها مع كبريات الاقتصادات العالمية لمناقشة أهم قضايا العالم التي أنهكته جائحة كورونا وتداعياتها. فأي مستقبل يمكن أن يغيره قادة العالم لما يعيشه العالم من تحديات اليوم؟ وكيف يمكن أن يكون ذلك في ظل المنافسة الشديدة والمستمرة بين الصين وأمريكا؟ هل انتخاب جو بايدن رئيسا لأمريكا يمكن أن يغير من المعادلة شيئا؟ وكيف ستتعامل الاقتصاديات الكبرى معه؟ وكيف ستكون سياسته؟ على ماذا يمكن أن يتفق قادة العالم العشرين بشأن كورونا؟ وهل سيكون بإمكانهم بث الطمأنينة من جديد في نفوس سكان العالم؟ أم أن الجائحة ستبقى ولشهور أخرى؟ وهل يمكن التغيير من سياسة المملكة الحقوقية؟ أم أن مصالح الدول ستبقى الغالب مع ذلك؟ وإلى أي مدى يمكن أن تغير قمة العشرين ما يحدث الآن في العالم؟ صراعات وحروب وعدم تفاهم من أجل مصلحة كل دولة تريد أن تبقى منفردة أو تكون هي الأقوى، أم أن هذا يعتبر لقاء ككل اللقاءات الأخرى والعالم وأولويات دوله ومصالحه ستبقى كما هي؟ قبيل القمة كانت تركيا والسعودية اتفقتا على إنهاء الخلافات بالحوار، هل هي مصالحة بين البلدين؟ وهل تحسنت علاقة أنقرة مع الرياض ودول الخليج؟ في حصة اليوم مشاهدينا نطرح هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوف الكرام، لكن دعونا نتابع التقرير ونشرح في النقاش. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا معنا مجموعة من الضيوف. بداية أسعد باستضافة الأستاذ أحمد كامل الكاتب والإعلامي معنا من إسطنبول، والدكتور إسماعيل خلف الله الكاتب والمحلل السياسي معنا من باريس. أهلا بضيفي الكريمين. بداية مع الأستاذ أحمد كامل. أستاذ أحمد أهلا بك. انطلاق أعمال قمة العشرين
في السعودية وسط رفض منظمات حقوقية ودولية بسبب سجل المملكة الحافل بالانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان. لماذا السعودية بالذات؟ السعودية عضو في هذه المنظمة الشكلية، هذه منظمة تجتمع مرتين في السنة وليس فيها أمانة عامة وليس فيها مؤسسات لتنفيذ القرارات، ليست كالاتحاد الأوروبي مطلقا وليست كحلف الناتو ولا حتى كالأمم المتحدة، هي تشبه الجامعة الدول العربية، يجلسون يتناقشون في قضايا تهم العالم، يصدرون بيانا ثم يكون التنفيذ كل واحد على كيفه، ليست منظمة صلبة، هي مجرد اجتماع لتبادل الآراء ولإبرة بنج، يعني نحن نعاني من سيطرة 5 دول على مجلس الأمن الدولي، فضحكوا علينا وقالوا لنا في مجموعة 20، وهي منظمة ليست منظمة، هي مجموعة لتبادل الآراء. فالسعودية لأنها عضو سوف يأتيها الدور يوما باستضافة القمة برئاسة المجموعة لمدة 6 أشهر، فإذا هي مسألة دور فقط، لا يوجد أهمية خاصة لرئاسة السعودية لهذه المجموعة مطلقا مطلقا. واضح واضح. دكتور إسماعيل خلف الله، أهلا بك، ما رأيك فيما قاله الأستاذ كامل؟ منظمة هي باعتبارها منظمة لتبادل الآراء، ونحن نعلم أن هذه القمة التي تحمل اسم قمة 20 تجمع 20 دولة من أكبر الاقتصاديات في العالم وتناقش أهم القضايا ذات الأولوية العالمية، ما رأيك؟ في البداية أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم الأستاذ أحمد والمشاهدين السادة المشاهدين. ربما يعني أتفق إلى حد ما مع الأستاذ أحمد في على كون هذه المنظمة التي في الحقيقة هي عبارة عن ملحقة من ملحقات مجلس الأمن تقريبا، لأن الفاعلين فيها تقريبا هم نفسهم الفاعلين في القرارات الدولية، وبالتالي ف يعني هذه القمة ربما لن تفيد العالم في شيء، ربما ستجمع هذه الدول على مجموعة من المصالح المتقاطعة أكثر ليس أكثر، فبالتالي فربما إذا قلنا عن كورونا فماذا تقدم هذه القمة؟ ربما ستلزم، هل ستكون لها السلطة على إلزام هذه المخابر التي الآن تقدمت وتوصلت إلى إنتاج لقاح كورونا حتى يكون توزيعا عادلا؟ لا أعتقد هذا، وبالتالي أو أنها ستقدم حلول للاقتصاد العالمي الذي تأثر تأثيرا مباشرا بهذا بكورونا، كل هذا ربما تبقى هي اجتماع يجمع هذه الدول التي تمثل إلى حد ما الاقتصاد العالمي، أنها هي تسيطر على الاقتصاد العالمي إلى حد ما. نعم دكتور كامل، هذه القمة تعقد رغم مطالبة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ومنظمات أخرى بمقاطعتها بسبب انعقادها في السعودية بالذات، وبسبب السعودية وسجلها الحافل بالانتهاكات الحقوقية في حق النشطاء والدعاة. يعني الآن في هذا الوقت بالذات لماذا يصر دول العالم على انعقاد هذه القمة أو هذا اللقاء كما سميته أنت؟ لأن الدول لا تبالي في حقوق الشعوب الأخرى. بريطانيا دولة ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان في بريطانيا فقط، أما حقوق الإنسان ووضع حقوق الإنسان في السعودية فلا تبالي به أبدا. بالنسبة لها السعودية هي بكرة حلوب، هي سوق لبيع السلاح وسوق لبيع السيارات وسوق لبيع
أي شيء، ولكن ليس لبيع حقوق الإنسان. لا تهتم لا بريطانيا ولا فرنسا ولا أمريكا ولا روسيا طبعا، ولا روسيا طبعا لأن روسيا بلد ليس فيها حقوق إنسان مطلقا، ولا الصين ولا الهند ولا جنوب أفريقيا. كلها دول لا تهتم إلا بمصالحها فقط، ولا تهتم بوضع حقوق الإنسان في بلادنا وهي في أسوأ حال. السعودية حقوق الإنسان فيها ليست منتهكة ولكنها صفر، صفر مطلقا. الأمكنة التي حقوق البشر فيها معدومة مطلقا هي المملكة العربية السعودية، هي الإمارات العربية المتحدة، هي سوريا، هي مصر. فهذه الدول لا أحد يضغط عليها مطلقا حتى تحترم حقوق البشر، لا أحد يضغط عليها حتى لوقف قتل البشر. يعني نسميها، دعنا نسمي هذه القمة قمة لتبادل الصفقات والمصالح على أنها قمة لبحث ما يهم دول العالم. بكل تأكيد، يعني ما يجري لما كانت تجري في حقيقة، يعني آخر اجتماع لها أنا حضرته في الأرجنتين، آخر اجتماع كانت فيه هذه الدول موجودة، الرؤساء كانوا موجودين شخصيا، كان بالأرجنتين، فكانت اللقاءات الجانبية أهم من القمة نفسها. نعم، واضح. دكتور إسماعيل، ما رأيك؟ يعني الآن تركيا والسعودية يتفقان قبيل قمة العشرين على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات وإزالة المشاكل والخلافات بين البلدين الآن في هذا الظرف بالذات، والتقارب التركي من دول الخليج، ما هي قراءتك؟ لا شك أن خسارة ترامب ستلقي بظلالها على العلاقة التي ستربط واشنطن بمختلف عواصم العالم ومن بينها أنقرة والرياض، ونحن الكثير على علم بأن سواء الرياض أو أنقرة كانوا يراهنون، يعني خاصة الرياض كانت تراهن على فوز ترامب، ولما يعني هذه المفاجآت التي ستحدثها الإدارة الجديدة إدارة بايدن، خاصة فيما يتعلق بملف الملف الحقوقي، ملف حقوق الإنسان والحريات، وكذلك بالنسبة لتركيا أو أنقرة، على أساس أن بايدن كان قد صرح على أساس أنه في حال فوزه سيقوم بدعم معارضة أردوغان للإطاحة بأردوغان. يعني ربما هنا تتقاطع أنقرة مع الرياض، والثابت أن عندما قام العاهل السعودي بإرسال المساعدات لضحايا زلزال إزمير، هذه عبارة عن رسالة أو يعني رسالة مشفرة على إبداء حسن النية وفتح قنوات حوار وعن التقارب. لكن يعني هل يمكن ذلك أن تنسى، هل يدفع ذلك بأنقرة أن تنسى الخلافات بينها وبين السعودية؟ لا، هو أنا قلت يعني هي الرياض الآن هي التي تبادر، الرياض التي الاتصال الذي حدث اليوم هو اتصال من الرياض وليس من أنقرة. الآن أعتقد أن الرياض الآن تسعى لكسب ود تركيا، اللي قلت على أساس أن الملف الحقوقي وعلى رأسه ملف الشهيد جمال خاشقجي هو على رأس الملفات. إذن فأعتقد أن هذا التقارب أو هذه الرسائل المرسلة من الرياض إلى أنقرة هي يعني تنصب ويعني تدور حول على هذا، لأن إذا قلنا أن التصعيد التركي إذا كان في هذه الإدارة، إدارة بايدن ضد أنقرة بخصوص ملف جمال خاشقجي، سوف لن يخدم الرياض، وعلى الأخص يعني نتكلم هنا على محمد بن سلمان، يعني محمد بن سلمان لأن مستقبله مع وراثة القصر الملكي هي كانت مرتبطة مباشرة وتذهب لطي الصفحة بدون أن تكون هناك يعني هناك ضمانات قوية
لربما الذهاب الى يعني فتح ملف الحقوقي، وهؤلاء سجناء الرأي والدعاة والعلماء المسجودين التي تسجنهم الرياض اليوم، كل هذا ربما سيكون في صلب هذه الحوارات وهذه المفاوضات التي ربما ستفتح في المستقبل القريب. نعم أستاذ كامل، ملف الصحفي خاشقجي واغتياله في السفارة السعودية في إسطنبول ما زال يثير جدلا دوليا كبيرا ولغزا حير فعلا المحققين محققين الأمم المتحدة. رغم ذلك اتفقت تركيا والسعودية على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقة بين البلدين وحل الخلافات السابقة. كانت السعودية قبل أسابيع بعثت بمساعدة إنسانية إلى تركيا تضامنا مع المتضررين في زلزال إزمير، وهناك كأن مفتاح أو باب الحوار أصبح مفتوحا بين البلدين، وأصبح مفتوحا ليس فقط بين أنقرة والرياض بل أيضا مع دول الخليج ودول المنطقة، ليس كذلك؟ ليس بعد، يعني المؤشرات صغيرة. في البداية قامت السعودية أو الحكومة السعودية أو النظام السعودي بتعزية تركيا بضحايا زلزال إزمير. نعم. ثم أمر العاهل السعودي بإرسال مساعدات لمن سماهم الأشقاء في تركيا أيضا في موضوع الزلزال. ثم اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بملك البحرين وتم مناقشة تطوير العلاقات ما بين البلدين. نعم. والبارحة تماما قبل ساعات قام الملك سلمان بالاتصال بالرئيس التركي لمناقشة موضوع القمة. هذه خطوات أولا صغيرة، ثانيا لكل واحدة منها مبرر، يعني الأولى كانت في زلزال وفي الزلازل حتى الأعداء يتصلون ببعض ويرسلون مساعدات. وبموضوع القمة الملك السعودي شبه مضطر أن يتصل بالرئيس التركي، ولكن الاتصال الرئيس التركي بملك البحرين يمكن أن يفسر على أنه شيء له قيمة، لأنه البحرين هي مجرد غرفة خلفية تابعة كليا للمملكة العربية السعودية، وملك البحرين لا يفعل أي شيء إلا برضا وموافقة السعودية، فيمكن أن تفسر على أنها شيء أو خطوة. أنا أعتقد بأنه السعودية أو محمد بن سلمان، لأنه ما في شيء اسمه رأي عام سعودي ولا حكومة سعودية ولا برلمان سعودي ولا في شخص واحد يحكم البلد يفعل بها ما يشاء وهو يرسم فيها كل شيء. محمد بن سلمان خائف من مغادرة ترامب لمقعد السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو متأكد بأن ترامب خسر الانتخابات وسوف يغادر في 20/1 الساعة الثانية بعد الظهر، مضطر أن يغادر ولو بالقوة البيت الأبيض، وسيخسر محمد بن سلمان حليفه الأكبر وربما الوحيد في هذا العالم. فربما أنا لا أحب الاستباق الأحداث ولا المبالغة في شرح الإشارات، ربما تكون إشارات إلى أنه محمد بن سلمان يستعد لتقبل أنه لن يكون هناك في البيت الأبيض حليف له يساعده في كل شيء، ولكن بالتأكيد لن يكون لمحمد بن سلمان عدو في البيت الأبيض. فإذا هناك تغيير في العالم أكيد سوف يؤثر على المملكة العربية السعودية أو محمد بن سلمان ومحمد بن زايد سلبا، سيؤثر عليهم سلبا. وجود خروج ترامب سيؤثر على محمد بن زايد ومحمد بن سلمان سلبا، وربما أن تفهم هذه الإشارات الأربعة على أنها استعداد لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية. نعم أستاذ أحمد، قبل أن تغادر لنا سؤال أخير إذا تفضلت، يعني كيف تقرأ تصريح وزير الخارجية التركي عندما قال يجب تحسين علاقاتنا مع مصر وإسرائيل والسعودية بشكل يحفظ الأمن والسلم في الإقليم، ما هي قراءتك؟ هذا مكرر،
قيل كثيرا سابقا. تركيا دائما تقول أنه نحن حريصين على العلاقات الجيدة، وهذا حقيقي. يعني العداوة بادرت بها محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، وليس لها أي مبرر إذا فكرنا بشوية عقل شوية منطق. لو كان هذان الشخصان عندهم أي مسؤولية، أي حس بالمسؤولية تجاه وطنهم، ما كان تصرفوا كما يتصرفون الآن مع تركيا. هذه عداوة بدون مبرر، هذه عداوة حمقاء، وتضر بمصلحة البلدين، وتضر بمصلحة الشعبين، تضر بمصلحة الشعب في المملكة العربية السعودية، وتضر بمصلحة الشعب في الإمارات، وتضر في الأمة العربية، وتضر بالأمة الإسلامية. كلها ضرر، ما فيها خير مطلقا. ولذلك دائما تركيا تذكر الناس بأنه هذه العداوة ليست موقفا مني، وليست مبادرة مني، وإنما هي موقف أحمق وغير مبرر وعدواني من محمد بن زايد ومحمد بن سلمان. أكيد. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد كامل، الكاتب والإعلامي، كنت معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود إلى ضيفي دكتور إسماعيل. دكتور إسماعيل، بن سلمان خائف من مغادرة ترامب من البيت الأبيض، هذا الحليف الكبير الذي قد يكون خسارة كبيرة للسعودية. الآن ما هو موقف السعودية من جو بايدن الرئيس المنتخب الجديد، وسياسته أيضا المخالفة تماما لسياسة ترامب العدواني؟ بلا شك، هو الآن لما نقول سعودي نقول محمد بن سلمان، لأن محمد بن سلمان كان ربط مصيره كل مصيره ربطه بالمساندة غير المتناهية المبالغ فيها لترامب. الآن غياب ترامب سيؤثر بكل تأكيد على أي تحرك لمحمد بن سلمان الآن، وربما مصير محمد بن سلمان أيضا مرتبط أو أي تحرك للرياض هو مرهون بتحركات أبو ظبي. هذه الأخطاء التي ارتكبها محمد بن سلمان من بين هذه الأخطاء الآن التي هي أصبحت الرياض رهينة لأبو ظبي في كل الملفات، ويعني أهم الملفات. الآن إذا قلنا أن التعامل، كيف تتعامل الرياض مع الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، هذا يعني تتأثر مباشرة بكيف تتعامل أبو ظبي مع واشنطن. يعني الآن إذا قلنا بأن، وإن كان الآن أبو ظبي تعول وتراهن على العلاقات الجديدة التي نسجتها من خلال التطبيع، وهي العلاقات مع الكيان الصهيوني، فهي الآن ربما محمد بن زايد يراهن على أن سوف تكون له حماية من اللوبي اليهودي في، يعني أو تحميه من أي تحرك. نتكلم هنا على الملف الحقوقي، ملف الحريات، يعني أي تحرك لإدارة بايدن ضد بن زايد فهو الآن يستبق الزمن أو يستبق هذه المستجدات أو هذه الأمور ربما تحدث فجأة، فتكون حماية بن زايد تحت المظلة، مظلة اللوبي اليهودي، ومن خلالها ربما محمد بن سلمان هو لديه هذا البصيص، هذا الخيط الذي يربطه على أساس أن للعلاقات الإمارة الآن هم في مسجونين ومحجور عليهم، وبالتالي فتبقى أي مراهنة على أن تكون علاقة أو تكون يعني حماية جديدة لبن سلمان من الحكومة، من الإدارة الجديدة لبايدن، هذا من المستحيل. وربما قلت أن هذه التحركات الأخيرة للرياض مع محاولة طي الصفحة مع أنقرة ربما يدخل في هذا الباب. نعم.
انضم إلينا الآن الأستاذ سلطان العبدلي المحامي والناشط السياسي معنا من لندن. أهلا بك أستاذ سلطان. قمة العشرين ستعقد في الرياض، هذا البلد الذي هو يرتبط اسمه باسم انتهاك حقوق الإنسان. هناك رفض منظمات حقوقية بسبب سجل المملكة، رفض انعقاد هذه القمة في المملكة بسبب سجلها الحافل بانتهاكات حقوقية واضحة، أبرزها قضية وملف خاشقجي الذي لم يطوى بعد، وقضية الحقوقيين والدعاة في السعودية. ما هي قراءتك أستاذ؟ أهلا وسهلا بكم. أولا بالنسبة لهذا الملف، ليس ملف بالنسبة لخاشقجي أولا رحمه الله، ليس ملف انتهاك حقوقي، بل مجزرة تاريخية حدثت، ومن النوادر أن تحدث في دولة محترمة تعتقد أو تظن نفسها دولة حامية الحرمين من هذا النظام البائس الدموي الوحشي، الذي ليس أنه الآن أصبح دمويا، بل الآن ظهرت دمويته ووحشيته، وإلا منذ أن نشأ هذا النظام ففيه وحشية ودموية معروف. هذا واحد. اثنين، قراءتي لهذا المؤتمر أو هذا الاجتماع اللي هو يسموه G20 أو مؤتمر الدول العشرين، هي عبارة عن مؤتمر افتراضي وجعجعوا له وطنطنوا، ويعني فعلوا ما لم أو قالوا فيه ما لم يقل مالك في الخمر كما يقولون، وأنه وهو كله افتراضي، وفي الغالب لن يحضر كثير من رؤساء الدول. وهنا لدينا أن محمد بن سلمان يحاول أن يبرز نفسه أنه هو الرجل الاقتصادي، هو الرجل الذي انفتح على العالم، هو الرجل الذي أعطى المرأة حقوقها كما تبجح قبل أيام المرأة السعودية وأعطيت حقوقها، وبينما النساء في السجون تعرض عليهن أفلام الجنس والدعارة، ونساء كبريات أعمارهم في 60 و70. هذه الحقوق عند محمد بن سلمان، النساء يعلقن بأقدامهن، يهن. ياتي سعود القحطاني مستشاره يقول لجينا الهذلول ترى بخليك مثل جمال خاشقجي وأذوبك في مجاري جدة ولا حد درى عنك. هذا هو نظام العنصر الفاشي الدموي كما وصفه الشهيد الدكتور عبد الله الحامد رحمة الله تعالى عليه في إحدى لقاءاته. إذن هذا النظام لا يرعوي، هذا النظام يحاول بن سلمان في هذه الجلسة الافتراضية الهامشية التي لا تعبر عن شيء، منذ أن كانت هذه الجلسات في التسعينات وهي لم تصنع شيء للعالم ولفقراء العالم، ولكن يحاول أن يروج لنفسه. أنا لست أدري كيف سيقابل بن سلمان الناس، وكل برلمانات العالم، كل مجالس الشعوب في العالم، إن كان في بريطانيا أو في إيطاليا أو في فرنسا أو في ألمانيا أو في اليابان أو في أمريكا أو في أو إلى آخره، وصلتها أو في إسبانيا وصلتها يعني رسائل كثيرة جدا تتكلم عن تدمير النظام السعودي، ليس الانتهاكات حقوق الإنسان لا، بل تدميره لثلاثين مليون، وليس فقط لاعتقال عدد من أفراد الأسرة الحاكمة الذين كانوا شركاء مع أعمامه ووالده في الطغيان، لا، بل اعتقال لثلاثين مليون داخل البلد. كثيرون من ذوي الناشطين ممنوعون من السفر، هم محرومون من حقوقهم المالية، كذلك تضييق رهيب يعني يمسك بخناقه على المجتمع في الداخل. إذن بن سلمان لست أدري بأي وجه وقح يقابل العالم وبيده كل هذه الملفات. دعك عن الملفات ما يسمى بالشعب السعودي وسكان الحجاز ونجد والشمال والجنوب، لا، أتكلم عن قضية كبرى وهي قضية اليمن، قضية حرب اليمن التي أكلت الأخضر واليابس ودمرت اليمن أكثر مما هو مدمر. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا اللعب بقضية فلسطين، القضية المفصلية الجوهرية في حياتنا. يا أخي لدينا حتى في بريطانيا هنا من اليهود الذين هم يعارضون الصهيونية ويمشون في المظاهرات معنا أنهم ضد هذه الأفعال الصهيونية في فلسطين، ومع هذا ابن سلمان يفعل ما لم يفعله أحد ويحرض في ذلك هذه المؤسسة الدينية المزعومة ما يسمونها بهيئة كبار العلماء. إذن هذه الملفات الكبيرة من انتهاك حقوق الإنسان، من انتهاك حقوق 30 مليون وليس المعتقلين فقط أو المشايخ أو العلماء العلوان والحوالي وعبد الشهيد عبد الحامد وأحمد العماري، لا، بل النساء. يا أخي كون مثل الجاهليين، كن مثل أبي لهب، كن مثل أبي جهل حينما قال أو تقول العرب أن محمد أو تقول العرب
أن روعنا بنات محمد، هو اجترأ حتى على النساء، حتى على المخدرات في 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 دورهن وبيوتهن من النساء الصغيرات والكبيرات. أصبح هناك تعذيب ممنهج ظاهر، ولا التعذيب كان من أيام محمد بن نايف وأحمد ومن أيام نايف، لكن الآن أصبح ظاهرا ومتفشيا وفاشيا أيضا. إذا كل هذه الملفات يستقبل بكل وقاحة محمد بن سلمان هذه القمة وهذا المؤتمر الذي يقال أنه يجلب الرفاهية للعالم. هذا جانب. الجانب الآخر، هذا النظام نريد فقط أن لا يستحي من العالم، ليستحي من الشعب. نرى الآن كل هذه الوقاحات أيضا من كتبة هذا النظام، وكل هذه الأهزوجات التي يتبجح بها إعلاميون النظام السعودي في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وغيرها، أن هذه القوة العظمى وهذه السعودية العظمى. السعودية العظمى لا تعذب بناتها في السجون، السعودية العظمى لا تنشر الناشطين وليس المعارضين فحسب، الناشطين فقط الذين ينشطون بكلمة ناعمة على هذا النظام، لا تنشرهم في القنصليات وتحدث مجزرة كبرى. السعودية العظمى هي التي لا تقتل أطفال اليمن، السعودية العظمى هي التي لا تقف خلف كل عمل تخريبي في كل دولة عربية وإسلامية من تونس وليبيا وحفتر ومفتر والسيسي وغيره من أولئك الطغاة المجرمين. السعودية العظمى هي التي تقف دوماً، وهذه بما أن بلاد الحرمين وهي محتلة للحرمين، تقف دوما خلف كل قضية عربية وإسلامية. السعودية العظمى هي التي لا تبيع فلسطين. واضح واضح. أستاذ إسماعيل، ما رأيك فيما تفضل به الأستاذ سلطان العبدلي؟ وسؤال أخير يعني حول انتخاب بايدن كرئيسا للولايات المتحدة، وما الذي سيحمله هذا الرئيس الجديد للمنطقة العربية ومنطقة الإقليمية أيضا؟ أنا قلت أن دخول الإدارة الجديدة بقيادة بايدن ستخلط الكثير من الأوراق والملفات التي كانت كان بن سلمان يربط مصيره بها، وأهم هذه الملفات قلت أن الملف الحقوقي ملف اليمن، ملف اليمن هو ملف خطير، لو تفتح يعني يفتح سوف يجد تجد نفسها يعني محمد بن سلمان سيجد نفسه متابعا بجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. فهذا ملف ثقيل يعني له ما له. الملف الآخر الذي يعني هو سيقلق بقوة الرياض هو إعادة ما يسمى بالتقارب مع طهران، وخاصة ما تعلق بالاتفاق النووي. ربما سيعاد الاتفاق من جديد، وربما سيكون هناك علاقات جديدة مع طهران تربط واشنطن بطهران، وهذا سوف لن يكون في صالح الرياض بطبيعة الحال. هذه الأوراق وهذه الملفات لم تكن في الحسبان، يعني هذه الأخطاء التي كانت ترتكبها الرياض من جهة وأبو ظبي من جهة أخرى، وهذا العداء الذي ليس لم يكن له مبرر ضد تركيا وضد قطر، فهذا سوف يخدم الإدارة، يخدم بايدن في تحدي يعني في ما سيحرك به كل هذه الملفات. إذا تكلمنا نتكلم على الملف الحقوقي وهو ملف ثقيل، قلت هو ملف ثقيل، ولعل لا نتكلم على العناصر أو النشطاء الرأي أو سجناء الرأي فقط، بل هناك حتى من كانوا في نظام الرياض وهم الآن. شكرا دكتور إسماعيل خلف الله الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس. انضم إلي الآن الأستاذ مصطفى أوزجان الكاتب والمحلل السياسي معنا من إسطنبول. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا، مساء الخير. مرحبا، مساء النور أستاذ مصطفى. تقارب تركي مع السعودية في هذا الظرف بالذات، والرسالة التي تحملها هذا التقارب وهذا الحوار الذي يدعو إليه كلا الطرفين في هذه القمة، كيف هي قراءتك؟ أولا طبعا كانت هناك قضية جمال خاشقجي مما فصلت بين تركيا والمملكة العربية السعودية. طبعا لم يكن هناك أصلا علاقة سيئة بين الملك
سلمان وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأن رجب طيب أردوغان استثنى عن ضلوع طبعا الملك سلمان في قضية جمال خاشقجي، فقد اتهم ضمنيا أنه محمد بن سلمان، هذا واضح جدا. ولكن هناك حملة ممنهجة من المملكة العربية السعودية إعلاميا ضد تركيا، لذلك لم يتوقف حتى الآن هذه الموجة عائلية بالنسبة لتركيا، ولا بد أن تتوقف هذه الحملات مورقة بالنسبة لتركيا. لذلك هناك لا بد أن يكون هناك خطوات عملية من جانب المملكة العربية السعودية تجاه تركيا، لأن الذي قصرت في هذه العلاقة هي المملكة العربية السعودية ليس تركيا، هي التي أصلا قتلت جمال خاشقجي في أرض تركيا، ثم حصلت هناك محاكمة سورية في المملكة العربية السعودية، ولم تتعاون سلطات سعودية مع تركيا لكشف ملابسات هذه القضية، مقتل طبعا جمال خاشقجي، مما أثار غضب تركيا. لذلك هناك مسافة بعيدة حتى يمكن استئناف العلاقات أو عودة إلى المربع الأول بين الطرفين، لأن هل زمام الأمور بيد ملك سلمان أو بيد ابنه محمد بن سلمان؟ إذا كان بيد محمد بن سلمان ليس هناك فائدة من منادات أو نداء ملك سلمان تجاه رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ولكن هناك استعداد طبعا من جانب تركيا أصلا مبادرة للانفتاح مع المملكة العربية السعودية، لأن علاقة تقلصت مع المملكة العربية السعودية، ليس فقط مع المملكة العربية السعودية، مع الدول العربية، مصر طبعا، الإمارات العربية المتحدة وغيرها. لذلك تركيا تريد أن تستأنف، لكن لا بد أن يكون هناك ثمن لهذا الاستئناف. ليس هناك حاجة من طرف واحد من جانب تركيا، ولكن لا بد أن يكون هناك حاجة من المملكة العربية السعودية لترميم العلاقة، محاولة لترميم العلاقة بين الجانبين. إذا تركيا تنتظر من المملكة العربية السعودية أصلا جلب الخاطر وتهدئة الخاطر تركيا، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في هذا المجال، هذا هو المنتظر من المملكة العربية السعودية. ليس على تركيا أن تفعل شيئا تجاه المملكة العربية السعودية، هل كان عليه أن تتستر على مقتل جمال خاشقجي فهو قد قتل في أرض تركيا؟ لا، هذا فظيعة فظيعة، يعني من العيار الثقيل جدا، لا يمكن أن يوصف بشكل من الأشكال. هذا ما ارتكبه بن سلمان، هذا واضح جدا. واضح واضح، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مصطفى أوزجان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الأستاذ سلطان. أستاذ سلطان، خلافات منذ سنوات بين أنقرة والرياض، وعلى أيضا بين دول الخليج أيضا، تركيا علاقتها السياسية الخارجية واضحة في دول الخليج وعلى رأسهم السعودية، يعني كيف ترى هذه المقاربة بين البلدين، بين السعودية وتركيا، وفي هذا الوقت بالذات يعني إلى أي مدى ستكون هذه المقاربة وهذه العلاقة قوية؟ طبعا العلاقة بين النظام السعودي وبين تركيا منذ أن نشأت دولة مصطفى كمال أتاتورك، وحتى أذكر من الطرائف أظن في البي بي سي قديما الكلام ذا، في يمكن في منتهى الثمانينيات، سئل الملك فهد وقيل له من قائدك، من يعني ملهمك أو من عرابك الأكبر، فظل يعني على أسوأ الأحوال كما ينقل لي الناقل وهو بروفيسور في جامعة محمد بن سعود في الرياض، قال على أسوأ الأحوال توقعت أن لا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن سيقول والده الملك عبد العزيز. فقال مصطفى كمال أتاتورك لكنه أخطأ. قالوا لا، قال هو جاء، يعني كان ينبغي أن يأتي من القاعدة الشعبية، فهذا هو النظام السعودي. فليس هناك مشكلة بين الأتراك، أو عفوا بين النظام التركي وبين ما يسمى بالنظام السعودي، لكن المشكلة بدأت تتضخم وبدأت تتفاعل المصيبة، يعني بالنسبة على النظام السعودي بعد ما جاء حزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية هو ليس أردوغان رئيسه أو الرئيس التركي وكان رئيس الوزراء، ليس أولا ليس خليفة كما يزعم بعض السذج
أنه خليفة للمسلمين، وليس ينادي بإمبراطورية عثمانية ولا هم يحزنون، هو يريد أن يكون شعبه شعبا مختلفا، شعبا يليق بماضيه وحضارته القديمة، وأنشأ اقتصادا كانت تركيا من الدول الدونية في العالم كله وتعاني من كوارث ومصائب لا حصر لها. فجاء هذا الحزب وهذا الرجل أيضا ليجعل من تركيا شيئا آخرا مختلفا، حتى كانت في الجي 20 كما يقولون ومجموعة العشرين. هذا شيء. الشيء الآخر، بدأ النظام السعودي مع النظام يعني نظام الإمارات، نظام أبو ظبي، وحيكة المؤامرات في الرياض وأيضا في قصر البطيف أبو ظبي، كل ذلك لأن يكون هناك انقلاب على هذا الرئيس التركي. لماذا الانقلاب على هذا الرئيس التركي؟ باختصار بثلاثة أسباب. هذا الرئيس التركي يقف حجر عثرة على الأقل صوريا، على الأقل، طبعا هو يفعل فاعل على الأرض أو يعني أفعال جيدة، ولكن على الأقل لأنه يقف ضد ما صفقة القرن. اثنين، هو يمثل يعني حاكما في المنطقة الإسلامية والعربية، جعل من دولة تمتلك يعني مقدرات ضخمة وإمكانات هائلة، جعل منها وكانت جعلها الاستعمار لا أو احتلال لا شيء، عبر اتفاقية لوزان 23-900-1000 إلى دولة أصبحت لها مكان على الأقل إقليميا، وأصبحت فاعلة دولية في مجموعة العشرين. ثلاثة، أن هذا الرجل هو يتبنى قضايا المسلمين والمسلمين تحديدا، ورأينا تدخله كما أوصيت من قديم من سنتين أن يتدخل في ليبيا، ورأينا تدخله أيضا له في سوريا، له إلى آخره. الشاهد أن هذا يغضب النظام السعودي، لأن هذا عند النظام السعودي إصابة في مقتل. ما هو هذا المقتل؟ المقتل هذا أنه يسحب البساط من تحت رجل النظام السعودي، أن الناس تتوجه إلى تركيا. انظر إلى مئات الآلاف من المواطنين بين قوسين السعوديين، ما يسمون بالسعوديين في الجزيرة العربية، يقتلون الآن في تركيا، وكثير منهم هارب من أحكام قضائية على تغريدة 5 سنوات سجن وإلى آخره. إذن هذا النظام الآن هو يعني بعد أن شنوا حربا شعواء على تركيا وقاطع المنتجات التركية وفي غيرها فسحة، حتى يدخل المنتجات الإسرائيلية ولو لم تكن إسرائيلية الصنع إلا أن عليه الختم الإسرائيلي من جبل علي. عموما المقصود من هذا كله أن سلمان بن عبد العزيز هذا الملك الضال رضخ الآن وخنع لأردوغان. قضية خاشقجي، تركيا نعم لم تفعل ما نتوقع أو ما نتمناه من التصعيد العالي في قضية خاشقجي، لكنها شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى اضطرت وقد غاز اضطرت النظام السعودي وسلمان تحديدا هذا الملك الضال اضطرته إلى الرضوخ الآن ليكلم أردوغان في حوارات. يعني إيش الوقاحة هذه؟ الآن تحارب كل يعني حتى يعني البلد أمر التجار بأن يخلي كل المستودعات من البضائع التركية، بل أن يبيع برأس المال، ويكلمه ويقول له سنتحاور إلى آخره. إذن تركيا الآن هي الأقوى، تركيا هي التي تقف مع القضايا العربية والإسلامية، تركيا هي التي تقف أيضا إلى جنب بعض الشعوب. ونحن لا نقول هذا لوجه الله، السياسة ما فيها شيء لوجه الله، لكن هناك مصالح على الأقل أرادت، وما موقفها من الأذريين بأذربيجان إلا موقف واضح على هذا. إذن نحن نريد أن نقول إن يعني حتى الشيخ سفر الحوالي بالمناسبة في كتابه الأخير قبل اعتقاله شفاه الله وفرج عنه أوصى، قال يجب أن تضع أيديكم بأيدي تركيا. يعني هم ليش العداء هذا لتركيا؟ لأن السيد الأمريكي يريد العداء لتركيا، لكن لما وضعوا من قبل بايدن وضعوا في سلة واحدة الأتراك وسلمان، لأنه خلاص جاك الموت يترك الصلاة كما يقولون. ومن قبل سلطان العبدلي المحامي والناشط السياسي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. انضم إلي الآن الأستاذ ياسر عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي معنا من اسطنبول، والأستاذ محمود عثمان أغلو الصحفي والمحلل السياسي معنا من اسطنبول. مرحبا بضيفي الكريمين. بداية مع الأستاذ ياسر عبد العزيز. أستاذ ياسر، بعد الترحيب بك، انطلاق هذه القمة، قمة العشرين في السعودية، وسط رفض منظمات حقوقية بسبب سجل هذه المملكة الحقوقي الحافل بالانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان. هناك من يعتبر هذه القمة لا شيء، وهناك من يعتبرها قمة لتبادل الصفقات والمصالح، وهناك من يعتبر ويعول عليها ويقول فعلا قمة تضم 20 دولة من أقوى دول اقتصاديات العالم. ما هي قراءتك أنت لهذه القمة وما تحمله في ثناياها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا القمة أنا مش عارف، بس مبدئيا أسأل حضرتك أنا عندي وقت قد إيه يعني عشان خاطر نرتب أفكاري؟ حوالي نصف ساعة. طيب خير إن شاء الله. طيب هي مبدئيا القمة شئنا أم أبينا هي بتجمع الدول العشرين الكبرى يعني من حيث الثروات سواء الطبيعية أو حتى المالية، فشئنا أم أبينا فهي فعل بالفعل هي قمة لأكبر 20 دولة في العالم. لكن هذه القمة الآن هي قمة غير كل القمم التي عقدت في السابق. نحن أمام رئيس أمريكي يخرج يعني أيام ويخرج من بيت الأبيض، أو هكذا تقول يعني الأرقام. هو طبعا ينافح حتى يبقى إلى يعني بيحاول أنه يبقى في السلطة، لكن الأرقام بتقول في الحقيقة أن بايدن الآن هو سيد البيت الأبيض في أمريكا. هذا التحول وهذا التغير في أكبر وأقوى دولة صناعية وعسكرية وتجارية في العالم يطفي بطابع على هذه القمة. هذه واحدة. الأمر الثاني هو أوروبا وضعها الآن. الآن أوروبا يعني نقدر نقول إن هي منقسمة بعض الشيء على نفسها، وإن كانت ألمانيا حتى الآن تقبض على مقاليد الأمور في أوروبا وتوجه الدفة بشكل أو بآخر. باقي الدول زي تركيا والسعودية في خلافات بتحاول تتجمع بشكل أو بآخر من خلال رسائل ودية سريعة. أنت عارف حضرتك أن في النهاية الملك سلمان والرئيس أردوغان كان دوما ما بينهم تواصل جيد يعني وفي تفاهم جيد، لكن اللي بيحصل دايما أن الأمير الصغير هو اللي يفسد هذه العلاقة من خلال طبعا الدفع من أبو ظبي. يعني أبو ظبي هي التي تفسد هذه العلاقة. شكل المنطقة وتقسيمها يعني يفرض برضو شكل آخر وضغط آخر وصورة أخرى لهذه القمة. يعني الانتصارات التي تمت في أذربيجان بقوة ودفع من تركيا يعني حاضرة في هذه القمة بشكل أو بآخر. الوجود التركي أو التفاهم التركي الروسي خلال الفترة اللي فاتت حاضر بشكل أو بآخر في هذه القمة. هكذا نرى أن هذه القمة ليست قمة عادية وليست هامشية كما يصور البعض أو شيء، لكنها قمة بالفعل غير كل القمم التي سبقت. بالتالي أنا أرى أن إن شاء الله يعني غدا إن شاء الله ستتشكل شكل جديد للمنطقة ويمكن العالم كمان بعد القرارات اللي هتخرج من قمة العشرين غدا إن شاء الله. من هذه التركيبة يعني يمكن تتغير شيئا أو آخر بوصول بايدن إلى البيت الأبيض. لكن في النهاية نحن نتكلم عن أن هذه القمة هي قمة حقيقية قوية تجمع أكبر 20 دولة، هذه بمفهوم العلوم السياسية طبعا. نعم. تجمع أكبر 20 دولة في العالم، ومن ثم ما تخرج به يجب أن يضع في عين الاعتبار بشكل قوي جدا، لأنه سيبنى عليه في الأيام القادمة كيف سيسير العالم في الفترة القادمة لا سيما مع وصول بايدن. واضح. أستاذ محمود عثمان أوغلو، أجدد الترحيب بك. هذه القمة التي تحمل اسم 20 دولة من أكبر الاقتصاديات في العالم، يعني هي تناقش أهم القضايا ذات الأولوية العالمية. من بين هذه القضايا قضية جائحة كورونا وتداعيتها على الاقتصاد العالمي والمالي أيضا والآثار التي سببتها اجتماعيا واقتصاديا. الآن إذا تحدثنا عن هذه القمة وما تحمله، هناك من يعتبرها شيء إيجابي، وهناك من يقول لا تعتبر قمة، مثلها مثل اللقاءات الأخرى لها أهداف اقتصادية وسياسية أيضا. ما الذي تعنيه لك هذه القمة؟ تحياتي لك وللمشاهدين. أنا
كنت أشارك للعلاقات التركية السعودية، لم أنتظر هذا السؤال، ولكن يعني بالنسبة لقمة 20 إذا كان الأمر يمشي على حاله، يعني كانوا يقولون أن هذه المجموعة يحل محل ما يسمى مجموعة سبع، أعني الدول الأغنى بين الدول والذين يمتلكون ممكن أكثر الثروات في العالم، يعني إما كسبوا هذه الثروات إما اغتسبوا، يعني لهم طبعا تاريخ استعماري واستعمروا دول كثيرة وخزنوا الثروات، واليوم نشاهد هذه الدول يعني بما فيه دول أوروبية، يعني أعني المجموعة السبعة وكذلك الولايات المتحدة، وهناك بعض الدول يعني دخلوا في الصراع مع هذه الدول ولكن هزموا، ولكن يعني حافظوا على ثرواتهم. ولكن هذه الدول مجموعة 20 نرى دول مختلفة متنامية، ويهدد ما نسمي عرش هذه قمة مجموعة سبعة. كما أعيد وأقول، إذا مثلا يكون ويأتي قرارات جيدة لصالح هذه الدول، إذن هذا يفيد للشعوب كذلك، لأن في مجموعة السبعة هناك الشعب قليل ولكن ثروات كثيرة، فهذا خطوة، يعني قمة 20 خطوة إلى الأمام في تقسيم الثروات العالم بين الشعوب الدول. نعم أستاذ محمود، هناك خلافات بين أنقرة وبين دول الخليج وعلى رأسها أيضا السعودية، خلافات منذ سنوات وبشأن السياسة الخارجية وبشأن أيضا ما حدث لقضية خاشقجي التي ما زالت مطروحة لحد الآن. يعني الآن التقارب السعودي التركي في هذا الظرف بالذات، هل هو فعلا يحمل ضوء المصالحة بين البلدين؟ يعني أولا دعني أصحح، العلاقات دول الخليج والتركية كانت علاقات ودية، ولكن ما حصل عندما كان تركيا محتاجة للعالم لم يكن هناك مشكلة، ولكن الآن تركيا برزت وأثبتت أنها دولة قوية ويخطو خطوات إلى شعب رفاهية، فبدأت مشاكل، يعني هذه في جهة، يعني لم يكن لدينا مشاكل بل لدى التركية علاقات ودية تقليدية خصوصا مع أي أحد، ولكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كشف السلطات التركية ما حصل في إسطنبول وفي مقتل خاشقجي، إذن بدأ العلاقات التركية السعودية يتدهور، ولكن في أواني الأخيرة نشاهد يعني في علاقات التركية ودول الخليج تحسن، فهذا بدأ ممكن باتصال رئيس تركي أردوغان ملك بحرين لتعازي رئيس وزراء بحرين، وكذلك جاء بالأمس هاتف ملك سلمان في إطار مجموعة 20 لسيد أردوغان، ولكن
اتفق الطرفين على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وإزالة المشاكل. نعم. نعم. إذن هذا يعني تطور مهم، تطور إيجابي نحو التليين. وهذا يعني دعني أكمل، في وقت دول الخليج والدول العربية يسعى لتطبيع دولة كانوا يسمونها عدو الصهيوني، الآن يتم التطبيع معها، ولكن تركيا يعني هناك يعني علاقات حميم وصميم وقديم بين تركيا ودول الخليج. واضح. لماذا لم يتم التطبيع بين تركيا ودول الخليج؟ هذا شيء طبيعي يعني. نعم، واضح. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمود عثمان أغلو، الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول. أشكرك جزيل الشكر. أعود إلى ضيفي الدكتور الأستاذ ياسر عبد العزيز. أستاذ ياسر، الرياض ترى في أي تحسن في العلاقات التركية السعودية؟ سيكون رهنا بوقف أنقرة ملاحقة قتلة جمال خاشقجي، كيف ترى هذا الطرح؟ طبعا هو طرح دكتاتوري طبعا، يعني طرح مش مهني ابدا ولا سياسي ابدا، لان في النهايه تركيا هي دوله مؤسسات، ومن ثم فان القضيه الان ليست سياسيه القضيه، وان كان بشكل او باخر السياسه حاضره طبعا في هذه القضيه، لكن في النهايه قضيه خاشقجي الان في يد القضاء التركي، ولا يمكن لاحد ان يتدخل في القضاء التركي، حتى ان بعض المهرطقين من الكتاب في الخليج يتكلمون ان اردوغان يحرك القضاء او يسيس القضاء او يوجه القضاء، هذا طبعا ضرب من الجنون. يعني هذه الدوله دوله ديمقراطيه وترسخ فيها الديمقراطيه، تترسخ فيها الديمقراطيه منذ 80 عاما، حصل فيها انقلابات والناس ذاقت معنى العسكر وكيف يحكمون العسكر ومعنى الديكتاتوريه، ومن ثم كان تتويج هذه الديمقراطيه وتشبع هذا الشعب بالديمقراطيه في 2016 عندما وقف امام الدبابه، من ثم لن يقبل هذا الشعب الذي وقف امام الدبابه ان يتدخل احد في مؤسسات دولته، وان تتدخل السلطه التنفيذيه مع السلطه القضائيه، لن يكون ابدا هذا الامر. الان القضيه في يد القضاء التركي، من ثم لا يمكن أبدا بأي شكل من الأشكال المساومة بين قضاء وبين سياسة، لا يمكن أبدا أن تقول سندخل معك في علاقات جديدة ونطبع العلاقات من مرة أخرى في المقابل دع القضاء يترك هذه القضية، هذا أمر ضرب من الجنون. هذه دولة مؤسسات، ولا يمكن بشكل من الأشكال أن تذهب الأمور بهذا الشكل ولا تحل بهذا الشكل. يمكن أن تخفف الضغوط الإعلامية، يجائز يعني هذه يعني حتى يعني برضو عشان برضو الناس تبقى فاهمة، الأمر ليس توجيهيا، لكن بشكل عام إذا كان خطاب الدولة يتوجه إلى تخفيف الضغط، فعلى الإعلام الذي يعمل بالنتيجة لصالح دولته ولصالح شعبه أن يخفف من الضغط في هذا الملف، ليس إلا، لكن أن يترك القضاء هذه القضية لا أظن بشكل أو بآخر سيكون. نعم أستاذ ياسر، هناك كان تصريح لوزير الخارجية التركي حول علاقات بلده بالقاهرة وبإسرائيل وأيضا بالسعودية، قال أنه يجب علينا أن نحافظ أو نحسن من هذه العلاقات بشكل يحفظ الأمن والسلام الإقليميين. هناك أيضا مؤشر للتقارب بين أنقرة ومصر، ما هي قراءتك في هذا النقطة بالذات؟ يعني مبدئيا بس حضرتك ذكرت ثلاث دول منها الكيان الصهيوني، طبعا الكلام صادر عن عميد الدبلوماسية في تركيا، فمن ثم ان نتكلم بشكل ناعم على ثلاث دول إقليمية مهمة في المنطقة بشكل او باخر، يعني لا يمكن ابدا ان احنا نتكلم في ان حتى الكيان الصهيوني ليس فاعلا بشكل او باخر وبقوه في المنطقه ويعني نتجاهله علميا، لا، الكيان الصهيوني طبعا موجود وحاضر وفاعل في المنطقه.
نتكلم على الملف المصري. طبعا الرئيس كمان تكلم على هذا الامر، رئيس اردوغان تكلم على هذا الامر وقال ان مؤسسات الدولتين يتعاملون مع بعض ويتواصلون مع بعض، وذكر خاصه المخابرات، يعني المخابرات التركيه والمخابرات المصريه يتعاملون مع بعض. وهذه دي طبعا ده دولاب العمل في الدوله، هذه مؤسسات الدوله لا تقف، يعني القياده السياسيه شكل واداره الدوله شيء ثاني، او مؤسسات الدوله شيء ثاني. طبعا هذه المؤسسات تظل تتعامل مع بعضها البعض، يعني لو ذكرنا حتى على سبيل المثال الكيان الصهيوني وتركيا، فان هناك تواصل بالفعل ما بين تركيا والكيان الصهيوني بشكل او باخر، لان في النهايه لا يمكن ابدا لاي دوله ان تقطع علاقتها ببعض. يعني خلينا حتى نتكلم على ايران وامريكا اللي كل يوم بالناس بتتكلم عليها، وامريكا عايزه تضرب ايران او كذا، لكن يظل هناك تواصل وخطوط مفتوحه حتى لو بشكل الوساطه من خلال دوله ثالثه. يعني فمن ثم فان هذه العلاقات مفتوحه بالفعل ما بين تركيا ومصر. لكن خلينا نتكلم على ان في موقف مبدئي من الرئيس التركي تجاه الانقلاب في مصر. حضرتك تعرفي طبعا في 2013 كان في انقلاب على رئيس دولي، رئيس شرعي، المجتمع الدولي بالكامل اعترف به، وشهد على ان هذه الانتخابات التي انتجته هي انتخابات نزيهه 100%. فمن ثم تركيا التي ترفض الانقلابات والتي عاشت 5 انقلابات سابقه وقاومت انقلابا بعد الانقلاب المصري في 2016، على فكره عايزين نقول ان في يعني تقارب جدا في المواقف ما بين مصر وتركيا، لان هي دولتين فعلتين بقوه في المنطقه، وكان التقارب ما بين الحكومه المنتخبه في مصر والاداره التركيه في هذا الحين كان يمثل خطرا كبيرا جدا على الكيان الصهيوني مثلا. وللاسف الشديد يعني للاسف كان السعوديين حاطين نفسهم في الخندق بتاع الكيان الصهيوني، ويروا ان الـ 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 ان التقارب المصري التركي يمثل خطرا عليهم، وحاجه يعني لا تصدق يعني. والنتيجه ان حصل عداوه ما بين السعوديه مثلا، وكانت تمول هذه الامور، بل وكانت فاعله في هذه الامور هي والامارات طبعا للانقلاب على مصر. ومن ثم في نفس العام في 2013 في غازي بارك كانت محاوله للانقلاب على مصر، كانت اول محاوله للانقلاب على السلطه، محاوله شعبيه يعني من خلال اخراج الناس على الإدارة المنتخبة في تركيا. فمن ثم في تقارب جدا جدا ما بين المواقف من الناحيتين. فالموقف المبدئي من في تركيا لرفضها الانقلابات يجعل من تقارب حقيقي سياسي ما بين تركيا ومصر أو الإدارة التركية والنظام المصري يعني شبه مستبعد بشكل أو بآخر. لكن في النهاية السياسة لا تعرف المستحيل، والسياسة هي فن الممكن والعمل باتجاه المصالح. من ثم فبقول ان احتمال يعني ممكن يحصل الكلام، لكن في النهايه يعني انا استبعد بشكل او باخر طالما ان الجنرال السيسي متواجدا على سده الحكم في مصر. نعم أستاذ ياسر، سؤال أخير قبل أن تغادرنا وقبل نهاية الحلقة أيضا. كان انتخاب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية يراه البعض، بعض المراقبون، يحدث تحولات في الشرق الأوسط. لما لأمريكا من ثقل في هذه المنطقة؟ كيف تراه الآن أنت؟ طبعا هو وصول بايدن للمنطقه يعني للحكم سيؤثر طبعا بشكل او اخر على المنطقه ككل. يعني خلينا نقول ان الحزب الديمقراطي فان ملفات حقوق الانسان في المنطقه، وهي ملفات سوداء للاسف الشديد في كل المنطقه، يعني ستكون ورقه الضغط الاولى على كل حكام المنطقه. طبعا تصريحات بايدن اللي كانت غريبه جدا، طبعا هي كانت قبل الحملة الانتخابية عشان خاطر برضو الفرق الزمني بيفرق جدا جدا في التحليل. يعني بايدن لما اتكلم على انه سيتعامل مع المعارضة مثلا التركية في سبيل انه يعني يتفتح ملفات ما في تركيا، كان طبعا قبل الحملة الانتخابية، لكن هذه الامور تتغير من وقت لآخر. وبعد ما هنأ الرئيس التركي بايدن اظن ان الاوضاع ستختلف كثيرا. الا كمان ان الملفات اللي تحملها تركيا واوراق الضغط التي تحملها تركيا لن تجعل من بايدن يعني
هذا الرجل القوي الذي سيتعامل مع المعارضة للانقلاب على الرئيس التركي مثلا، لن يكون هذا. لكن في المقابل الناحية الثانية في ملفات كبيرة زي ملف خاشقجي مثلا في السعودية، سيفتح بقوة مع السعودية. ملف اليمن وحقوق الإنسان في اليمن، وهذا القصف المستمر يوميا من الطائرات أو شبه يومي من الطائرات السعودية للتقصف المدنيين في اليمن، سيفتح مرة أخرى. استخدام القنابل المحرمة من قبل السعودية سيفتح مرة أخرى. وحضرتك عارفة أن كان الفترة اللي فاتت كان في حظر للسلاح من بعض الدول الأوروبية ومن ثم من أمريكا كمان على السعودية لقصفها للمدنيين وقتلهم المدنيين. الملف الثالث ملف مصر، طبعا ملف مهم جدا. سيظل ملف المعتقلين في مصر والمغيبين في مصر وحرية التعبير في مصر، ستفتح هذه الملفات وتضغط على النظام المصري، وسيكون هناك حساب قوي. ودعيني أفكر حضرتك أن إن أوباما قبل ما يترك الحكم كان فرض عقوبة على النظام المصري ومنع عنهم بعض الدعم المالي والتسليح. فمن ثم فبايدن الذي كان نائبا لأوباما أنا أظنه سيمشي على نفس النهج، وأن الأيام القادمة ستشهد يعني ضغطا كبيرا على النظام المصري في ملف الحقوق والحريات. نعم أشكرك على المستوى. تفضلي. نعم في ثواني أستاذ ياسر إذا سمحت، يعني مستقبل العالم في مثل هذه بعد هذه القمة العشرين. العالم يتغير ويتبدل، القوى تظهر. الأربع سنين التي قضاها ترامب في سدة الحكم جعلت أحجار اللعبة يعني تتبعثر، والآن بايدن يأتي لكي يجمع هذه الأحجار مرة أخرى. لكني أظن أن المواقف التي صارت والأوضاع التي تمت خلال أربع سنين والقوى التي ظهرت مثل تركيا وروسيا خلال الفترة اللي فاتت وأصبحوا قوة فاعلة بالفعل في العالم كله ليس في المنطقة الشرق الأوسط فقط، وننظر مثلا إلى أذربيجان وننظر إلى سوريا وننظر إلى ليبيا، هذه القوة الفاعلة الصاعدة الآن لا يستطيع بايدن بشكل أو بآخر إزاحتها، لكن سيتم التفاعل معها والتعاون معها بشكل أو بآخر حتى يتم التعامل بشكل سلس، وهي سياسة الديمقراطيين. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ياسر عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. الشكر أيضا موصول لضيوف الكرام الذين شرفونا بهذه الحلقة. ألقاكم مشاهدينا بألف خير وفي أمان الله.